بعدك ناطر لحتى يفرجها الله؟ انه بده يفرجها الله لحاله من دون ما نحن نعمل شيء على الارض. انا ايد وحده بتزقف. لا اثنين بزقفوا. ها زقفوا. جرب زقف بايد وحده. جرب قرب. هذا المواطن خيك. انا بضم ايدي معك. فوت ايدك مع ايده. ها ايدي بايد نبني لبنان عن جديد 100%. شو هي ايدي بايد نبني لبنان عن جديد؟ ايوه اوكي. رجع انت جرب زقف بايد وحده. زقف انت لحالك. ها لحالي ما بيمشي. اوكي ما بيمشي. هلا كيف بده يمشي الحال؟ ها شفت كيف؟ انا بدي انتخب مجتمع مدني وانا ديجاب من مفاجأة الموسم حكون انا مرشح انتخابات نيابيه عن طرابلس الشمال. سكوب اعلامي رح يكون معنا مرشح بالانتخابات النيابيه يا جماعه الخير. شو الاسم الكريم؟ رياض ناجي. مرشح رياض ناجي. رياض رح يكون معنا على لائحه المجتمع المدني. سكوب اعلامي ببرنامج لهون وبس سؤال ال بي سي اي. معنا مرشح كشف عن هويته وكشف عن وجهه. قادمون لاجل لبنان. قادمون لاجل لبنان. معنا مستقل لون. ايد بايد. وايد بايد. ليش ايد بايد؟ لانه جرب زقف ايد وحده ما زقفت. مشان هيك انا كلمه وحده بس بدي اقول لكم، ما بدي حدا يهاجر من هالبلد. وينكن ما عم تنزلوا؟ ويننا ما عم ننزل؟ لو وين بدنا ننزل؟ على الدبكه. تعالوا ننزل ندبك. لو تتعمر يا طال بحمي برازك. طب ليه ما بتنزلوا؟ كل واحد بينزل بيكون ورا ظهر، مش انه انت كمان وراك ظهر. يا حو ظهرك ورا. لا لا يا حبيبي حو ظهرك ورا، مش عم بمزح. يا حبيب قلبي عندك ظهر؟ والله عندك ظهر. صور لي ظهره يا خيي. برام يا استاذ لحظه شوي. يا حو ظهره. مش عم بحكي لاحكي، انا مش عم بيعك حكي. ليه بتضلك هيك؟ لا فيلل. اوعك وعدني قل لي ما رح تفل. لا بوعدك انه انا فيلل. وعدني يا استاذ انك ما رح تفل. انا فيلل. بتروح معي؟ لوين رايح؟ عند الحلاق. هون. فكرته فيلل مسافر. يلا حلق. قصدي روح. قصدي روح. لو قصدي روح. قل انت مين رح تنتخب؟ ناس جديد. في حدا رح ينتخب نفس الاشخاص؟ بدي احكي معه. حدا يقول بده ينتخب نفس الاشخاص؟ تحكي معه. نفس الاشخاص. مين بدك تنتخب استاذ؟ رئيس بري علنا على راس السطح. ايه اوكي بس بدي اعرف مين؟ رئيس بري. ايه خلص انا بس بدي اشوف. شو ناطرين خيي؟ كرمال ست ساعات. يا حبيب البشريه بلشت من ادم وحواء، بلشوا من شخصين. في بلش انا وياك واثر بالكل. منيح. حجي بقى تحكوا بقى. تعبتونا. لا يا زلمه. خلصنا بقى تشاؤم. صلوا على الطريق. قولوا نحن بدنا حقنا. قولوا الحق. شو الحق؟ يا استاذ عم نطالب بحقنا. عم شو عم تزمر هلا؟ خلص ماشي الحال. لا ما بس انا قلبي مجروح. سلامة قلبك. انا قلبي مجروح. كل يوم عم بنشك سكاكين. لا يا اخي سلامة قلبك. انا هلا في سكين فاتت بقلبي عم تجرحني. وين خيالي؟ صارت جوا مش قادر بقى. بس وقف مع خيك حسون بيمشي الحال. انت حسون؟ طبعا يا حبيب قلبي. انت عم سلم عليك، اعطيتني كلينكس مخط فيها يا زلمه. لا هيدي بس نعملها هيك. بتمسح حرقك. لا اذا بتمسح حرقك اوكي. اذا بعرف حدا منكم فال من هالبلد او هاجر بدي ازعل منكم كثير. من هون ما بنفل. ايوه حصرهم بعين الكل. كثير بالادارات الرسميه كله معشش. كله معشش؟ معشعش. شو قصدك بس بمعشعش؟ كل واحد عنده مجموعته. اوكي يعني كل واحد عامل عشه بقلب الاداره قصدك. نحن لحتى نحل المشكله بدك تشيل العش. ايه بدك تشيل العش. بدي اشيل العش من قلب الاداره. هيك بتنحل. حبيب قلبي شكرا. ليه العالم ساكته ما عم تنزل؟ ليه 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 العالم؟ ليش هيك ما عم تنزل العالم؟ ليش ما بدهم يطالبوا بحقهم في حاله تياس؟ وليش ما بدهم يقولوا انه نحن خي تعبنا؟ من شو خايفين؟ انا هذا سؤالي. ليه بدك تخاف؟ يعني ليش انت بدك تقول خي لا ما بدي انزل؟ نحن ما انا مقبول العمليه هيك. واحد يسكت عن حقه. فين جاوب هلا؟ اكيد تفضل. العالم انا بس بدي اعرف انه ليه خي هالعالم هيك؟ طيب العالم نزل. لا انه في شيء غلط عم بيصير. لانه جرب. في خي ما البلد بقلب خير. انا بدي افهم انه ليش الشعب عم ينقل هاد. لا لا هذا هو جوابه. صار لي ساعه بساله اخشي بيضحك. خبز قد ايه؟ بنزين قد ايه؟ مازوت قد ايه؟ عندنا صواريخ تضرب اسرائيل، ما عندنا تحميل لحتى بتنا. شو ناطرين ما بتنزلوا بقى بتطالبوا بحقوقكم؟ احنا نزلنا. وبشو عم بتطالب؟ بكل شيء. مثل شو؟ بحقوقي. اي حقوق؟ الارجيله والفحم والمعسل وكل شيء. مراحب يعطيكم العافية. شو مبسوطين هيك؟ بدنا نضل هيك قاعدين بلا شغل بلا شيء؟ مبسوطين يعني ما بدكم تنزلوا تطالبوا بحقكم؟ انت فهمت بطريقة هجومية. شو مبسوطين؟ لا أنا مش فهمت بطريقة هجومية، بس عم نحكي خيي إنه شو الوضع يعني؟ أي وضع؟ وقفوا الشباب. خلوكم معي شوي. يا شباب. يا شباب اشفقوا علينا. لك لك مبسوط أنت ولا مش مبسوط؟ ما أنا مش مبسوط مشان هيك عم نسوي. ليش عم تهاجمنا هلا؟ جيت قلت لي مبسوطين بحالكم. أنا عم هاجم؟ أنا عم هاجم؟ لا هلا عم سافر عندي سفرة. خلص رح تبقى هونيك؟ إن شاء الله. شو؟ ليه بقى؟ بقى هونيك؟ شو الرئيس بري ما عم بيعيشكم هون؟ الرئيس بري ما جيبني الرئيس بري.
لحظة يا شباب لحظة. ما نحن ما قصدنا، نحن عم نحكي انه ليش فايل خي، انه قصدي ليش انت رايح يعني. بس فايل لفتش على قمة عايشة. ليش يا حبيبي؟ ليش؟ الله يوفقك، الله يوفقك يا حبيبي. رئيس بري هيك بده. مبسوط فينا هيك. بتعرف شو؟ حبيبي أنا رح وصلك على المطار. بدكم شي شباب؟ وداع يا دنيا وداع على اللي باع وما كمل شي. خلص ما بعرف. رح تفل وتتركنا؟ خلص بتروح. ليه؟ الرئيس بري ما إنه معيشك؟ لا انا مش انه شيء يعني، انا لانه ما تفهمني غلط، انا خلص ما سكتنا لك مره ومرتين، ما تضلك تجيب سيرة. عم نمزح. تروح وترجع بخير وسلامه يا خيي. ليك معك محل بالطياره؟ اكيد معك. بدون ما حدا يعرف انا، لانه بدي اجرب اظبط بشي طريقه. معك شي شنطه فاضيه؟ معقول حدا يشوفني بالطياره؟ لا ما حدا بيشوفني. خدني سجل على www.lbcgroup.tv، عمول سبسكرايب على الويب سايت وحضر كل البرامج والحلقات والتغطيات المباشرة ساعة اللي بدك. نزل الابليكيشن لـ LBCI وخليها عطول معك.